ندمت إنه عندي بنت صغيرة وكانت مرة مرة جميلة مرة، وكان شعرها كثيف وقصير ولابسة فستان، وكنت فرحانة فيها مرة وأنا عزباء. بنت كم عمرها؟ تقريبا يمكن سنتين. لون الفستان لونه سماوي، من فوق كان يلمع وتحت سماوي. متى الرؤية؟ تقريبا قبل 5 أيام. طيب تجمعين مال؟ لا. عندك جمعية داخلتها؟ لا، بس يمشي لي دعم الحين. متى مشى لك؟ تقريبا من شهر. طيب الرؤية تتحدث تحدث عن الأمور المادية اللي جايتك إن شاء الله، يعني ممكن وظيفة؟ لا، الأمور المادية اللي أنت عليها. البنت تدل على المال، المال والبنون، والفستان السماوي يدل على اللون الأزرق هذا السماوي، يدل على يعني مبالغ مادية مثل لون الفلوس 500 ريال في اللون 500. فهمتي؟ مبلغ 2000. أي تمام. 2000 صحيح؟ أي. لذلك البنت عمرها سنتين. تفضلي الرؤية الثانية.